تكون الوركين متبعاتي. إذا استمر مادة ضبطية يستخدمها الجسم في تغيير قالوا حاجة اسمها مقدمات للسرعة الإلكترونية تطوري أو شيء هذا مجرد تسميات. طبابة مع سعيد حنتوش. رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد الخميس بإذن الله من الساعة 1 للساعة 2 مع زميل سعيد حنتوش اللي هو في إجازة الآن. أنا معاكم اليومين هذه نهى سعدي، إن شاء الله تستفيدوا وإن شاء الله تعم الفائدة والله يشفي الجميع ويحميكم ويحفظكم. طبعا أنتم متعودين كل يوم معنا بيكون ضيف مميز جدا بيكلمنا عن موضوع يمكن أشغل ناس مرة كثير تستفيدوا بصفة عامة، لكن ما يمنع أنكم ترجعوا للأخصائي أو طبيبكم الخاص فيكم. حبايبي تتواصلوا معنا بأي سؤال على 055-66-89-001 معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه iOS، أدخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم، معك جهاز نظام أندرويد أدخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم، سناب شات ألف ألف أف أم لايف. اللي ما يتابع الحلقة من أولها وحاب يكملها ويسمعها كاملة حتلاقوها على اليوتيوب على قناتنا ألف ألف أف أم. نرحب بالدكتور الشافعي يوسف، أخصائي أول طب عظام. دكتور الشافعي عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الله يسلم عمرك يا رب، عساك بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك، أسعد الله يومكم إن شاء الله والمستمعين إن شاء الله بخير. كلمة أو مصطلح الله يسعدك يا رب نسمعه مرة كثير، بس نسمعه أوقات في فئات عمرية معينة، ويمكن أوقات حتى نستغرب إنه الفئات عمرية تانية أصابتها هذه المشكلة. بس خلينا أول حاجة نعرف موضوع اليوم، إحنا نتكلم عن خشونة المفاصل. أيوة. فخلينا نعرف المستمع إيش هي، إيش يعني خشونة المفاصل؟ أيوة. طبعا الخشونة هي موضوع كبير جدا، فهي ممكن تصيب المفاصل الجسم كلها، أي تمصل في الجسم ممكن يصاب بالخشونة، فهي يعني ممكن أعتبرها عبارة عن تآكل في الغضروف أو الغشاء التمصلي اللي بيساعد على تميع المفصل للمساعدة على مرونة حركة المفصل، يعني باختصار يعني هو لا احنا بنفصلهم هو عشان كل احد يعني يكون مثلا عارف. طيب خلينا نبدا، يمكن لما نتكلم في الاسباب توضح قدامنا الصوره اكثر. ايش ممكن، ايش الاشياء اللي تسبب يعني خشونه المفاصل؟ طيب الخشونه طبعا هي في ممكن خشونه مبكره او في خشونه متاخره، يعني خشونه تجي مع العمر. الخشونة المتأخرة هذه هي الشائعة، هي الكمون، يعني هي أكثر حاجة شائعة، هي بتجي مع الكبر زي يعني مثل شيب الشعر. يعني حاجة لابد من أنها تحصل عاجلا أو آجلا. في خشونة مبكرة، الخشونة المبكرة هذه خاشة فيها العوامل الوراثية وخاشة فيها أشياء أخرى زي الإصابات مثلا الكسور أو إصابات الملاعب أو قطعة في الغضروف المفاصل، أقرب مثال مثلا غضروف الركبة. الخشونة ممكن تصيب أي مفصل، لكن من الشائع جدا أن تصيب المفاصل الكبيرة عليها وزن، عليها حمل أو تقل يعني. يعني مثلا زي مفصل الركبة أو أسفل الظهر، هذول عليهم وزن وحمل على طول يوميا، إحنا بنعتمد عليهم في الوقوف، في المشي، صحيح، في رفع السلالم، في كل شيء. يعني الوراثة ممكن نعتبرها عامل برضو قوي؟ طبعا في عامل الوراثة، وفي أمراض أخرى ثانية ممكن تكون مسبب ثانوي للخشونة، مثلا أمراض مناعية، التهاب مناعي مثلا الروماتيزم مثلا. أيوة. في أمراض الالتهاب الفقاري مثلا، في أمراض كثيرة جدا يعني. يعني هل خشونة المفاصل ممكن تكون دكتور مصاحبة لأمراض ثانية، يعني ممكن تكون عرض لمرض آخر في العظام، أم هي مشكلة بحد ذاتها يعني قائمة؟ أيوة زي ما فصلت لك أستاذ، هي ممكن تكون حاجة ثانوية لمرض مثلا مناعي أو إصابة أو قطع في واحد من الأربطة أو القضاريف، أو تكون لعامل احتكاك أو جهد أو استخدام المفصل كثير يعني.
وممكن تجي لحالة بدون أي سبب، هذه تجي مع عامل السن أو عامل العمر. ما إيش أكثر الفئات العمرية دكتور اللي ممكن تصاب بهذه؟ طبعا هم أحبابنا كبار السن، يعني نتكلم عن كبار السن، يعني ممكن تحديدا نقول العمر فوق 60 سنة. فوق 60 سنة أكثر الناس يصابوا به. أيوة بالضبط كده. ففي أسباب أخرى، وإذا كانت أكثر من كده هي زي ما قلت لك الأسباب اللي بتكون مبكرة، اللي هي يعني إصابات، الكسور، في أشياء ثانوية مثلا عامل وراثي أو التهاب روماتيزمي أو مثلا عيب خلقي من الخلق نفسه من البداية، هي ممكن تكون أسباب مبكرة. هل الأسباب مثلا المبكرة أو مثلا اللي هي الوراثية ممكن يعني ممكن يصيب الأطفال؟ طبعا بالنسبة للأطفال في التهابات بتكون ثانوية للخلق، يعني عيب خلقي مثلا في التهابات مفصل المحروقة أو عيب خلقي في مفصل المحروقة، مثلا مفصل المحروقة يكون عندهم مثلا الخلع الخلقي، يعني يكون المفصل من الولادة يعني مو جالس مكانه، مو موجود في مكانه اللي هي في المقعد تبعه، فبيكون لما يكون خارج المنطقة هذه فبيحصل نقص في التروية الدموية تبع التنصل، وبتحصل أشياء ثانوية لقدام مع العمر، يعني ما بتحصل على طول، هي طبعا بتحصل مع العمر، تظهر في سن المراهقة، يكون في قصور في طول الأرجل، يكون في آلام مزمنة، يكون في تعب في النشاطات اليومية، في المشي، في الوقوف، ممارسة الرياضة، يعني في أسباب كثيرة يعني. طيب دكتور، هل مثلا الإناث أكثر عرضة من الذكور لهذه المشكلة أو العكس، يعني مثلا لا بسبب الهرمونات الحمل مثلا؟ لا هي متساوية، يعني تصيب الجنسين بالتساوي، الذكر أو الأنثى، يعني عامل السن أو عامل الجنس الذكر أو الأنثى يعني بالتساوي ممكن نقول، لكن عامل السن يمكن هو الأكثر وضوح. بالضبط، عامل السن هو الأكثر تحكم في المشكلة هذه. في أشياء ثانوية تانية اللي هي ذكرتها لحضرتك قبل شوية. أيوة. طيب حبايبي، إحنا حنطلع فاصل الآن، كملين معكم هذه أول فاصل اليوم، كملين معكم. أي سؤال، أي استفسار عن خشونة المفاصل، اتفضلوا بهذا السؤال على الرقم أو على رقم الواتساب 0556689201 0556689001. ومعنا الدكتور الشافعي يوسف، اخصائي اول طب عظام، واليوم يا حلوين بنتكلم وبنناقش يعني خشونة المفاصل، سمعناها مره كثير لكن بعيدين شوية عن أسبابها، بعيدين شوية عن الـ 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 الأشياء اللي هي ممكن كانت تحمينا منه. لكن إحنا اليوم حنتكلم بالتدريج، تكلمنا عن الأسباب وتكلمنا عن الحاجات هذه كلها، لكن الآن نبغى نتكلم دكتور الشافعي، يعني نتكلم على الأعراض. إيش الأعراض، أعراض خشونة المفاصل؟ مرحبا بكم جددا أستاذي والمستمعين الأعزاء. طيب بالنسبة للأعراض، هي ممكن تكون أعراض خفيفة في الأول، يعني ألم، هي أكثر حاجة شائعة هي الألم، يعني الأعراض تدريجية. أيوه بالضبط كده، الألم في البداية يكون في المفصل أثناء الجهد، يعني أثناء مثلا طلوع السلالم، أثناء تنية الركبة مثلا مع الصلاة، أو المشي مسافة طويلة، دل الحاجة البداية. فبعد ذلك لاحقا ممكن يحصل تورم في المفصل، يتورم، فلما يبدأ يحصل تورم معناه في تهيج في كبسولة المفصل. ولاحقا لقدام ممكن يحصل تيبس، المفصل يتيبس، يعني يكون حركته غير مرنة، دي الأعراض الشائعة طبعا. فلاحقا بتكون بتحد من نشاطات الإنسان اليومية، فبتبقى هي درجة متقدمة. شون طب دكتور شافعي، هل هذا الموضوع مثلا لو قلنا انه لا سمح الله الاصابه هذه كانت في الركبه، هل الركبتين لازم تصاب؟
يعني ولا انه ممكن يصيب ركبه واحده حسب حركتها او لا؟ لا ما شرط ما شرط يعني. هي ممكن اذا اصابت ركبه واحده معناه هذا المفصل فيه شيء من الاول يعني، مثلا فيه كان اصابه في تاريخ بتاع اصابه قديم، في تاريخ بتاع عمليه في المفصل نفسه، مثلا عمليه غضروف هلالي، عمليه زراعه رباط صليبي امامي، او كان في كسر في المفصل هذا. اما اذا اصابت المفصلين فمعناها انه المشكله مثلا زياده في الوزن. زياده في الوزن هي من مشاكل بتعمل الخشونه المبكره. خشونه مبكره يعني مثلا بعد عمر ال 35 او ال 40 سنه، فدي معناها خشونة مبكرة بتأثر على أسفل الظهر وعلى الركبتين التساوي. هل الأعراض يعني يصاحبها مثلا سخونة أو التهابات أو شيء زي كده، ولا هي بس في يعني محددة في المكان المصاب؟ السخونة هذه ما شائعة إلا إذا حصل التهاب في المفصل، التهاب بكتيري. إحنا نتكلم الآن عن التهاب الكبسولة المفصل، يعني تهيج، يعني كلمة التهاب من أقصد تهيج كبسولة المفصل نتيجة لتآكل غضروف المفصل الناتج عن الخشونة، والتآكل هذا بيأثر على أربطة المفصل وبيأثر على كبسولة المفصل، وهو بيعمل تورم وأحيانا إحمرار. لكن سخونية معناه في التهاب بكتيري حاصل، هذا بيحتاج فحوصات معملية على أساس استبعاد المشكلة هذه. حنتكلم إن شاء الله عن التشخيص، لكن قبلها حابة أسأل عن أصحاب الأمراض المزمنة اللي هي غير حتى السمنة. إحنا بنتكلم على اللي عندهم مشاكل السكر، الضغط، هل بيكون تأثير هذه المشكلة عليهم أكبر أو مختلف، ولا هو ما له أي علاقة؟ والله هي السمنة أكثر شيء، السمنة أكثر شيء بتأثر، لكن السكر تأثيره على المفصل يعني تأثير قليل. هو ممكن يأثر على الأطراف، على الأعصاب الطرفية أو على العضلات، لكن تأثيره على المفصل إلا لاحقا إذا السكر نفسه كان يعني غير مضبوط، المريض ما بيهتم بالسكر فبيعمل مضاعفات لاحقة اللي هي بيأثر، لكن أكثر شيء على مفصل الكاحل. مفصل الكاحل بيعمل حاجة اسمها شارخوت ديزيز، يعني المفصل بيكون يعني شارخوت يعني طباشير، يعني زي الطباشير بيكون المفصل هش متآكل مثل الطباشير. هذه مشكلة لاحقة عند مرضى السكري، يعني ما عندها ترابط كثير مع مفصل الركبة. أكثر شيء هي السمنة اللي بتأثر، طبعا أكثر شيء على مفصل الركبة وعلى أسفل الظهر، بتزيد من الاحتكاك والضغط على الغضروف، فبالتالي لما يزيد الاحتكاك يزيد التآكل، فبيزيد التآكل بيأثر على أربطة الركبة وعلى كبسولة الركبة، بتكون بعد ذاك الركبة ضعيفة. يعني ضعيفة كيف؟ ممكن يعني تخذل الإنسان أثناء نشاطاته اليومية، يعني تعطيه إحساس بالضعف إنه ممكن تخذله، إنه ممكن يطيح. يعني هو ممكن يكون الشخص طول اليوم كويس، لكن يعني عند عمل مجهود أو عند يعني الحركة ممكن يبان المشكلة. بالضبط كده، هذا في البداية. طبعا هي الخشونة أصبحت متقدمة، فممكن تكون طول اليوم، بالذات نهاية اليوم مثلا، نهاية اليوم على نهاية الجهد والدوام كده، أحيانا ممكن تحمل إنسان إنه ينوم بيرتاح، فهذه مشكلة، هذه معناها محتاج علاج يعني. جميل. دكتور خلينا نتكلم عن الأعراض شوية. عن عفوا التشخيص. طبعا التشخيص يعني كيف بيتم جداً. التشخيص هل بيتم لكل الأمراض لكل المشاكل بنفس الطريقة، يعني كيف بتكون؟ ايوه، هو التشخيص بسيط جدا. طبعا بعد ان المريض يقابل الطبيب المختص، فالطبيب بيشوف تاريخه المرضي وبيستبعد الاسباب الثانيه اللي هي الثانويه زي الروماتيزم، زي المشاكل الخلقيه، زي اصابات الملاعب او عمل عمليه قبل كده. وبعد ذلك بيكشف كشف سريري على المفصل نفسه، بيتاكد انه مكان الخشونة. طبعا الخشونة ممكن تصيب المفصل في الجزء الداخلي اللي هو الجزء الشائع اللي عليه وزن أكثر شيء، وبدرجة أقل في الجزء الخارجي من المفصل. بعد ذلك بيعمل اختبارات لأربطة المفصل، بيتأكد إنها لسه الخشونة ما يعني مو متطورة إلين تصيب الأربطة وتعمل فيها تآكل. وبعد ذلك بتيجي مرحلة التصوير. التصوير طبعا هي صورة الأشعة، هي أبسط
فحص ممكن يشخص الخشونة. يتم عمل صورة الأشعة والإنسان هو واقف على أساس نشوف تأثير الوزن على الركبة أثناء اللي هو واقف. أشعة من الأمام وأشعة من الجانب وأشعة المفصل تكون في حالة تعاد يعني تاني نسي المفصل بنشوف مدى الحركة إلى النهاية واصل كيف. يعني التصوير يمكن بيكون هو ال هو الأدق طبعاً هو أدق شيء الفاصل النهائي. طب هل ممكن يصاب الشخص في أكثر من مفصل بهذا الخشونة؟ يعني مو أقصد بس الركبتين أو مكان تابع للسمنة، يعني هل ممكن تكون في الركبتين، ممكن تكون في الكوع، ممكن تكون في الظهر، كله في نفس الوقت؟ أيوة. زي ما ذكرت لحضرتك من الأول هنا أي جسم في الجسم في الإنسان أي مفصل ممكن يصاب بالخشونة أي مفصل، لكن في مفاصل أكثر من الثانية اللي هي من ضمنها من إذا بدينا من جسم الإنسان من فوق من المفاصل فقرات العنق مفاصل الكتفين ننزل لتحت مفاصل الحوض وعلى الركبة أو الكاحل، لكن أكثر شيء شائع هو أسفل الظهر والركبتين هم أكثر عرضة لأنه عليهم وزن ثقيل. وبالنسبة للأشعة طبعا زي ما قلت لك هي بتحدد درجة الخشونة نفسها، هل هي خشونة خفيفة ولا خشونة متوسطة أو فوق المتوسطة ولا خشونة حادة، لأنه على أساس التشخيص بيتم بعد ذاك اللي هو العلاج على حسب درجة الخشونة نفسها. جميل. طيب هل طرق التشخيص تطورت أو بتتطور؟ هل هذا الشخص ممكن مثلا هذا الشخص ممكن يحدد هذه إذا هو مصاب بهذه المشكلة في البيت؟ هل مثلا ممكن يعالجه في بدايته بمثلا حسن التغذية؟ يعني المشكلة كلها في التشخيص، يعني الشخص ممكن تختلط عليه الآلام ويستمر ياخذ مسكنات، صح ولا لا دكتور؟ بالضبط كده. أيوه. طيب يعني هل هي من الأشياء اللي تتحل بالمسكنات ممكن وينخدع فيها وتسبب له مشكلة أكبر في النهاية؟ نعم، المسكنات طبعا هي علاج الأعراض. احنا من الأول قلنا إن المشكلة الأساسية هي الضغط على المفصل بغض النظر هو الضغط هذا ناتج إيش، ممكن يكون في البداية زيادة وزن، زيادة الوزن فعلينا معناه في الأول نقلل الوزن، وتقليل الوزن معناها نغير اللايف ستايل بتاع أسلوب الحياة من ناحية الأكل من ناحية الرياضة، هنعمل تكريس لأشياء معينة في أي نشاطاتنا اليومية على أساس الوزن ما يزيد. فده أيوة، فالوزن لما يكون حافظين عن الوزن فبالتالي بيقل التأثير أو الضغط على المفصل، فبالتالي ما رح نحتاج مسكنات كثيرة. المسكنات نفسها ممكن نبدأ بأقل شيء، يعني زي البنادول مثلا. بنادول في بنادول حق المفاصل هذا، وننصح المريض إنه يغير أسلوب حياته يقلل من وزنه، ممكن يمشي نصف ساعة في اليوم. بالنسبة للمشي على حسب عمر المريض، ممكن يبدأ من نص ساعة أقل شيء 40 دقيقة أو ساعة على حسب عمره. طبعا كبار السن أحبابنا بنحب دائما ننصحهم يمشوا نص ساعة كافية جدا. هل زيادة الوزن البسيطة، يعني خلينا نقول إنه الشخص وزنه ما زاد بصورة لكن مثلا عاش طول عمره في وزن معين نحيف جدا، وزيادة الوزن البسيطة أكيد أثرت على حياته بصفة عامة، يعني احنا بنزيد 5 كيلو بنحس انه احنا مو في مكاننا، يعني بنحس انه في حاجة غريبة. فهل هذه من الاشياء اللي ممكن تسبب وممكن تحسسه بالآلام هذه في العظام؟ طبعا هي ممكن تسبب يعني آلام وإزعاج في النشاطات اليومية وصعوبة مثلا في النشاطات اليومية، الصلاة بالذات في التشهد مثلا مع او السجود او الجلوس على او التربيع مثلا التربيع الجلسة العربية، فهذه ممكن كلها تكون مزعجة في حياتنا اليومية. بمناسبة ان احنا تكلمنا على الجلوس طريقة الجلوس، حياتنا اليومية دكتور شافعي فيها جلسة على الكمبيوتر لوقت جدا طويل، ونعرف انه ليها مؤثرات جدا سلبية على الجسم على العظام خصوصا والأعصاب والعضلات. يمكن انا نفسي تعرضت لهذه المشكلة قبل كده، بس هل برضو هي ممكن تكون من العوامل المؤثرة في المفاصل وفي أم إنه بس في حال زاد الوزن، يعني طالما الشخص شايل وزنه هو بخير، ولا كيف بتنحسب؟ طبعا الجلوس على الأرض يعني بالنسبة للكبار السن بالذات والتربيع جلسة العربية إحنا بنكون طول ساعات الجلوس ضاغطين على المفصل،
التقطين عن المفصل ممكن يعني إنسان يعني ينسى أو يسهو مع الونسة والحديث والسوشيال ميديا، فبالتالي لما يبدأ يوقف فبحيث إنه في ألم حاد جدا في المفصل، فبعد ما يوقف يمشي شوية يحرك المفصل الألم يبدأ يخف تدريجيا. أيوة يقل. أيوة. فدي معناها طبعا الأطباء العظام بينصح إنه الجلوس على الأرض لمدة خشونة غير محبب، الجلوس على الأرض والتربيع و الجلسات اللينة والطرية أفضل، طلوع الدرج مو حلو، كلها بتزيد وبتأثر على المفصل وتهيج الألم أو ممكن يعني تزيد الألم. جميل، مع الفتاوى اللي احنا بنسمعها وقالت لا تحرك أحسن تحرك أفضل تحرك، يعني أهو عرفنا أنه لا تتشخص الحالة وتبدأ في مرحلة العلاج، بعد كده بيكون القرار فيها أسهل. هنطلع فاصل يا حلوين وراجعين ومكملين معاكم، وفي رجعتنا طبعا حنكمل وحنتكلم اليوم لسه عن العلاج، أنواع العلاج، أحدث تقنيات العلاج، وكمان الوقاية وأفضل طرق الوقاية خلال النص ساعة القادمة. خليكم معنا على السمع. شافعي يوسف اخصائي اول طب عظامي. يا جماعه الخير، كل مشكله احنا اليوم بنتكلم عن خشونه المفاصل، كل مجال طبي الحمد لله في تطور دائما وفي تقنيات جديده وحديثه بتكون في طريقه التشخيص وفي العلاج و و و والحمد لله وما شاء الله بنوصل لي. يعني انا متاكد انه في يوم من الايام كانت المشكله هذه جدا كبيره دكتور الشافعي، واليوم يمكن حلولها أصبحت يعني متواجدة. خلينا نقول طرق العلاج، هل الجراحة خيار، هل العلاج الطبيعي، هل العلاج الدوائي، يعني اليوم نبغى نعرف طرق العلاج وأحدث كمان الطرق. طبعا زي ما عارفين الوقاية هي خير من العلاج، فأول شيء أبسط شيء بننصح المريض أنه يقلل الوزن و يحافظ على مرونة المفصل وعلى تقوية العضلة الأمامية للفخذ، لأن العضلة الأمامية هي أهم عضلة بالنسبة للمفصل نفسه، مفصل الركبة. الخشونة لما تحصل فبيحصل تآكل في الأربطة تبع المفصل في الكبسولة، فبالتالي بتكون غير ثابتة. غير ثابتة يعني هتواجهنا مشكلة في المشي، في الجري، في الركض، في طرعة السلالم، فلازم نعوض الضغط هذا بتقوية من الخارج. فربنا سبحانه وتعالى الحمد لله خلق لنا العضلة هذه كإستير كداعم يعني المفصل الضبة، فلازم نريضها. ثم ننصح المريض دائما أنه بعد كل صلاة لازم يعني يرفع الساق بطريقة معينة 5 عدات بعد كل صلاة، يمين ربع يمين ربع يسار، على أساس يحافظ على قوة المفصل وثبات المفصل. هذا في الأول. ففي المرحلة الثانية اللي هو العلاج الدوائي، العلاج الدوائي دائما بنبدأ بأبسط العلاجات أو المعالجات. واحدة الأولى بنبدأ بمثبطات تهيج المفصل الناتج من الخشونة، فهذه منها نوعين، زي منها بنقول عليها النون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري. النوع الأول اللي هو عبارة عن مسكنات بنستخدمها لفترة وجيزة ونقدر نستخدمها فترة طويلة، لأنها عندها آثار جانبية على المعدة وآثار جانبية على الكلى. في بعض المرضى ما يقدر يستخدمها فترة طويلة، المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب، عندهم مشاكل في الكلى، عندهم مشاكل في المعدة، هذه ننصح استخدامها فترة وجيزة. في نوع دوائي ثاني اللي هو نفس مثبط الالتهاب الأنسجة والمفاصل، نقدر نستخدمه فترة طويلة لأنه هو أقل تأثيرا على الكلى وعلى المعدة وعلى الجهاز التنفسي والقلب، فهذا ممكن استخدمه مسكن طويل المدى. إضافة لهذا في عبارة عن حبوب نوع ثاني اللي هو ممكن نقول عليها كولاجين، أو بتحافظ على غضروف الركبة إنه ما يحصل فيه تآكل، اللي هي بتحتوي على مادة اسمها جلوكوزامين وكوندرويتين وهايلورونيك أسيد. هدول بيساعدوا على إيش؟ الحفاظ على غضروف الركبة إنه ما يحصل فيه تآكل زيادة.
يعني ما بتعمل تجديد للجزء اللي حصل فيه تآكل. الجزء اللي حصل فيه تآكل خلاص هذا شيء مسلم به، ما راح يحصل فيه يعني ما راح يبني من جديد. علينا أن نحافظ إنه المفصل ما يتضرر بالكامل عن طريق هذه العلاجات. هذه نفسها اللي هي منها في إبر اللي حتى نقولنا للخطوة الثانية من العلاج اللي حقنا المفصل نفسه. حقن المفصل في أنواع كثيرة من الحقن والإبر، لكن هم تلخيصا في ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو الإبر مثبطات التهاب التهيج أو الاستيرويد اللي هي منصح بها عالميا في جمعية العظام العالمية اللي هي الاستيرويد إنجكشن. هذه متى بنحقنها؟ هذه بنحقنها إذا مثلا الأدوية فشلت إنها تسكن الألم والتهيج أو الالتهاب الناتج من الخشونة، فبنحقنها فبتريح المريض خلال 48 ساعة بيبدأ يحس بتحسن ملحوظ. هذه الغرض منها علاج الألم وتهيج المفصل الناتج من الخشونة، لكن وليس الحفاظ على المفصل. نجي للإبرة الثانية بتساعد على الحفاظ بظروف التمصل إنه ما يحصل فيه تآكل. في إبر بنعطيها في العمر المبكر يعني خشونة مبكرة اللي هي إبر البلازما. إبر البلازما طبعا هي مشتقة من جسم الإنسان نفسه، يتم أخذ عينة من دم المريض، يتم فصل البلازما عن جهاز السنترفيوج. هذا البلازما هذه نفسها يعاد حقنها في المفصل. إيش البلازما ممكن نحقنها؟ ممكن نحقنها في المفصل، ممكن نحقنها في الأوتار في صعبات الملاعب. هي الغرض منها بتساعد على سرعة التعافي من الآلام لأن فيها جروس فاكتر يعني عامل بتاع النمو بتاع أنسجة. فهذه في المرحلة الأولى بنعطيها. إما في المرحلة المتقدمة شوية بنعطي إبر الهيالورونيك أسيد اللي هي ممكن نقول عليها بالدارجة إبر الزيتية أو الزئبقية لأنها كثيفة شوية، السائل تبعها كثيفة. فهذه بتحقن في المفصل على أساس تحافظ على المفصل إنه التآكل ما يزيد أو الخشونة ما تتطور مثلا من المرحلة المتوسطة إلى الحادة. فالخشونة إذا أصبحت حادة فبالتالي الإبر هذه فعاليته ممكن تكون مؤقتة أو محدودة. هذا تنقلنا للمرحلة الأخيرة، مرحلة التدخل الجراحي. مرحلة التدخل الجراحي بنلجأ له إذا كل الأساليب الأولى فشلت، فبالتالي المريض أصبح يعني الخشونة متطورة حتى ما يقدر يمارس النشاطات اليومية، الصلاة، المشي، طلع السلالم، في مشكلة في النوم في الليل نتيجة من الألم، ألم مزعج بيحمل الإنسان من ينوم. هذا معناه محتاج تدخل جراحي. تدخل الجراحي دائما بيكون هو آخر حل. تدخل الجراحي هو ممكن نقسمه لقسمين، عن طريق المنظار اللي هو بيتم إزالة كل الأجزاء المتآكلة اللي بتسبب ألم في المفصل، والجزء الثاني والحل الثاني والنافع أو الشافي اللي هو استبدال للجزء المتآكل للمفصل، استبدال للمفصل نفسه. بيتم استبدال المفصل، هي عملية ناجحة جدا، نسبة نجاح أكثر من 95% ما شاء الله. والمريض بيحس بفرق شاسع يعني الأول، بحس إنه عنده مفصل جديد يعني من الأول يعني وفوري أكيد فوري. لا هو ما فوري يعني من ناحية الألم طبعا فوري، لكن الألم أيوة في حاجات تانية اللي هي إعادة التأهيل بعد العملية. إعادة التأهيل يعني هنا بيجي جزء العلاج الطبيعي لتقوية العضلة الأمامية للصحف وزيادة مرونة المفصل. هذا بعد ما الجرح تبع العملية يتم الشفاء الكامل منه. فالمريض بعد العملية بيمشي على مشاية رباعية فترة بتاعت 4 إلى 6 أسابيع على أساس يكون حاسس بالأمان. طبعا المريض في الأول بعد العملية بحس إنه في إنسيكوريتي، في إحساس بعدم الأمن والاستقرار، فبيقوم لازم يكون في شيء يسنده، فدائما بيكون مرافقة والمشاية الرباعية فترة بتاعت 4 إلى 6 أسابيع. بعديها بيتركها لأنه يكون خلص تم تقوية العضلة ثم عمل مرونة للمفصل، بيتركها بيلجأ بس لعكاز واحد، عكاز واحد على الجانب العملية. وبعد 6 أسابيع تانية ممكن يتخلى عن عكاز ويمشي عادي.
يمشي عادي بدون أي سارق أو بدون أي عكاز أو مشاية. لكن في احتراسات طبعا بعد العملية، في أشياء يمنع منها المريض، اللي هي لازم يصلي على كرسي، الجلوس على الأرض ممنوع نهائيا لأنها ممكن ترجع الآلام. وغير كده ممكن تكون لاحقا بتعمل تآكل في الإنسيت أو الغضروف المدخل الصناعي مع مرور الزمن، وبالتالي بيتم منع المريض من الأشياء هذه. والمشي بيكون يعني وقت محدود، ممكن نقول 40 دقيقة عادة. جميل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الـ يعني العلاج وطرق العلاج وأحدث الطرق. حنطلع آخر فاصل، بعد الفاصل حنرجع لكم في ختام فقراتنا لليوم اللي هي بتكون إن شاء الله مع أسئلتكم، حنجاوب عليها مع دكتور الشافعي يوسف أخصائي أول طب عظام، وحديثنا اليوم وحوارنا عن خشونة المفاصل. خليكم على السماع. ضيفنا اليوم الدكتور الشافعي يوسف أخصائي أول طب عظام، واليوم موضوعنا وحوارنا ونقاشنا عن خشونة المفاصل. ما قصر معنا الدكتور الشافعي، أعطانا كل التفاصيل اللي ممكن نكون نحتاجها، وما بقي غير أنه بإذن الله نجاوب على أسئلتكم، وإن شاء الله توصلكم الفائدة وتوصلكم الإجابات وتستفيدوا كمان منها. خلينا نبدأ بأول سؤال هنا مع الأخ يوسف يعقوب، بيسأل إذا كان السباحة مفيدة لخشونة الركب تحديدا. نعم أستاذ، معلش. في متصل، في مشارك بيسأل هل السباحة مفيدة لخشونة الركب؟ أيوة السباحة. صراحة السباحة هي أفضل تمرين لعضلات الظهر لخشونة أسفل الظهر والفقرات. أما بالنسبة للركبة هي ثانويا يعني ثاني واحدة ممكن نقول، لكن هي أفضل شيء لعضلات الظهر ولخشونة السلسلة الفقرية الظهر. أما لخشونة الركبة فأفضل تمرين هو تقوية العضلة الرباعية، فهي في أساليب كثيرة لتقوية العضلة الرباعية، السباحة من ضمنها برضو. السباحة من ضمنها. السباحة من ضمنها. أي بالضبط كده. طيب في سؤال عن خشونة في الرقبة، الرقبة مو الركبة. أيوة. هل يعني إيش كان ممكن تكون أسبابها؟ أظن بيتأكد يعني على كلام طبيب. أيوة. خشونة الرقبة والعنق، أول حاجة العامل العمر أو السن، هذا خشونة ممكن تجي متأخرة، إذا جات مبكرة فمعناها هو الشغل المكتبي. طبعا الشغل المكتبي لأنه بيأثر على السلسلة الفقرية وعلى العنق و ضعف عضلات العنق. في أساليب كثيرة أو في أشياء كثيرة بتقوي عضلات العنق، لكن المسببات المبكرة لخشونة العنق طبعا عندنا الجوال. الجوال طبعا هو مزعج، يعني بنكون مندمجين مع السوشيال ميديا على الجوال، وتانين العنق بوضعية خاطئة، أو الجلوس على المكتب بوضعية خاطئة، أو في مكان الشغل يعني بغض النظر، أو الوقوف أو الانحناء. يعني شغلك بيتطلب منك انحناء العنق، مثلا زي أطباء الأسنان، زي أطباء الأنف وأذن والحنجرة، زي مثلا مثلا أماكن المبيعات. يعني في أسباب كثيرة بتطلب يعني تخلي العنق منحنية أو متقوسة لقدام. من ضمن أشياء أكثر حايشة اللي هي الجوال، استخدام الجوال طبعا مزعج، تزيد من احتكاك الفقرات وضعف العضلات، هذه إذا جات خشونة مبكرة للعنق. في أسباب ثانية منها ثانوية اللي هي الروماتيزم. الروماتيزم نفسه ممكن يأثر على فقرات العنق، ممكن يعمل احتكاك مبكر، وبالتالي احتكاك بيضغط على غضروف العنق، بيعمل آلام مزمنة أو صداع خلفي في الراس، أحيانا دوخة. فدي من ضمن أعراض خشونة فقرات العنق، وممكن تنزل على الذراعين، يعني تعمل آلام صحيح. نعم. تنميل، ممكن توصل لكف اليد دكتور صح؟ بالضبط كده، توصل إلى اليد، تعمل تخدير تنميل أو ضعف في قبضة اليد. ضعف في قبضة اليد هذا معناه حد من نشاطاتنا اليومية، قبضة الباب حتى لو عندنا قارورة قوية عاوزين نفتحها. بالنسبة لكبار السن، أنا بتكلم عن كبار السن، فهي ممكن تتطور المضاعفات وتتطور الخشونة نفسها.
طيب حدة العنق. سؤال هنا، هل فرقعة الأصابع يعني أو طق المفاصل ممكن يسبب خشونة المفاصل؟ أبدا لا، أبدا ما بيسبب. ما لها أي علاقة يا جماعة الخير؟ ما عندها أي علاقة، هي عبارة عن هابت عادة. بعض الأشخاص ممكن الأصابع تفرقع مرتين في اليوم ثلاثة، بعض الأشخاص من الولادة يعني ما يقدروا يفرقعوا أصابعهم، هذا شيء طبيعي على حسب طبيعة الجسم وليونة الجسم، فما عنده علاقة مع خشونة نهائي. طيب سؤال كمان دكتور شافعي بيسأل، هل لو أنا كنت يعني أنه بدأت أفقد الوزن وبدأت الآلام حقت خشونة العظام أنه بيقصد أنه تخف، هل لازم يزور طبيب أو أنه خلاص يكتفي أنه بأنه هو بس يفقد الوزن حيكون كويس؟ لا، هذا أفضل شيء، هذا أفضل شيء الإنسان ممكن يعمله في الأول، أنه يقلل الوزن يعني يفقد الوزن ويقوي العضلة الأمامية. إذا عمل الشيئين هذول وما في آلام في المفصل ما بيحتاج زيارة الطبيب. إذا كان هدأت الأعراض أو الآلام بالضبط كده ما يحتاج. طيب هنا إذا إذا الوزن خف والعضلة الرباعية للفخذ أصبحت قوية مرنة والآلام خفت فما يحتاج. الحمد لله. بنتكلم عن المرحلة المبكرة. منطقي. نعم. نعم. في هنا برضو السؤال إنه يقصد إنه أدوية بياخدها لعلاج مشكلة ثانية ما ذكرها بتسبب له آلام في المفاصل، هل يرجع للطبيب ولا في فعلا بعض الأدوية لها هذه الأعراض؟ طبعا فيها علاجات كثيرة ممكن تعمل آلام في الجسم والمفاصل، اللي هو العلاج الشائع حق الدهون اللي هو الدهون الثلاثية، بيعمل آلام أحيانا في المفاصل وفي العضلات، لكن هذا شيء شائع. هذا طبعا الآثار الجانبية للأدوية، وهو آلام لكن يعني ممكن نقول آلام خفيفة وليس آلام تحد من نشاطات الإنسان اليومية. هذا شيء معروف فبيشرح الطبيب المعالج للمريض لما يعطيه العلاج. السؤال الأخير قبل ما نختم حلقتنا دكتور شافعي، هل سوء التغذية أو طريقة التغذية لها تأثير على خشونة المفاصل أم مالية؟ ما عندها تأثير كثير. ما لها تأثير كثير يعني؟ ما لها تأثير كثير. أي يعني ما لها علاقة، لكن في الأول وفي الأخير نقول دائما تغذوا بصورة جيدة، ترطيب الجسم والحاجات هذه كلها أكيد هتفيدكم دائما. بالضبط، هي ممكن يكون تأثيرها على هشاشة العظم يعني أو قوة العظم بتعمل هشاشة. مشكلة ثانية. الهشاشة اللي هي العظم بيكون هش ضعيف، مشكلة غير خشونة، هذه مشكلة ثانية. نعم. أشكرك دكتور شافعي على وجودك معنا، شكرا جزيلا. الله وشكرا على وقتك ويعطيك العافية وعلى إجاباتك، والله يشفي الجميع إن شاء الله يا رب. الله يعافيك. مرحبا بكم. شكرا لك. كان معنا دكتور الشافعي يوسف أخصائي أول طب عظام، وموضوعنا اليوم كان عن خشونة المفاصل. مع الأسف إنه في ناس، ونرجع نقول هذا الموضوع أنا يعني ما حكتفي إني أنا دائما أذكره ودائما أقوله، يا جماعة الخير مو كل علاج يليق لك يليق لشخص ثاني، مو كل شيء تسويه في البيت. الأطباء موجودين للاستشارة، هم أصحاب الخبرة أصحاب المعرفة، الله رزقهم هذا الشيء. في حاجات يعني الصحة لا نفتي فيها، والله العظيم إنه إحنا شفنا في حياتنا وفي يومنا الحقيقي حالات كانت كل الأسباب بسبب إنه فتى في شيء وهو أخذ شيء وهو أعطى لنفسه أي نوع من أنواع العلاج أو الأدوية من رأسه، أو حتى شفتوا حتى الفيتامينات أو حتى الأكل لما تبالغ في أكل معين. يعني سبحان الله مهما كان مفيد نرجع نقول الزايد أخو الناقص، ما حتلاقي الفايدة منه اللي أنت كنت ترجوها، حتلاقي العكس، كل شيء باعتدال، يعني كل حاجة كده بالوسطية، كل حاجة كده بالوزن يعني كلنا بين الضد لما تكون تلعب رياضة دائما تزور طبيبك تأكد إنه كل شيء تمام وكل حاجة يعني كويسة، لا يكون عندك كمان هوس بالأطباء في نفس الوقت. شكرا لكم حبايبي على حسن الاستماع، على أمل أجدد لقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة برنامج تيمبو الساعة 10 الصباح. انتظروني، أنا معكم نهى السعدي وخالد القايدي كان معانا من هندسة الصوت. إن شاء الله ألقاكم بكرة، فما الكريم وانتبه على بعض. We'll be right back.